زي ما حضراتكم عارفين احنا بنهتم دايما في كل حلقه من حلقات البرنامج ده في كل يوم من الايام ان احنا نقرا كده معاكم ونستعرض سوا اهم الاخبار واهم المستجدات على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي، ونعرف مع بعض ايه اهم العناوين اللي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي كمان فيما يتعلق بالشان الرياضي. فخلينا نعرف كل الاخبار دي من خلال لقائنا مع الزميله العزيزه مريم سميح مراسله قناه النادي الاهلي. مريم صباح الفل عليك. صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهواندو، وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا هيكون معانا جولة دسمة إن شاء الله في أبرز الأخبار الرياضية الصحفية على جميع المستويات المحلية والعالمية، ولكن خلينا نقول إن أغلب الصحف سواء العالمية أو العربية وكمان المصرية تناولت طبعا يعني المباراة الأولى تحت المدير الفني الجديد بيتسو موسيماني للأهلي، والفوز طبعا اللي حققه امبارح امام المقاولين العرب يعني متصدرا 1-0 طبعا، ورفع رصيد النقاط برضو في الدوري المصري. فكان من سكاي نيوز عربيه موسيماني فعلها بعد ساعات والاهلي المصري على العهد. طبعا تناولت سكاي نيوز عربية الفوز اللي حققه النادي الأهلي أمس، وقالوا أنه خرج المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني منتصرا في مباراته الأولى مدربا للأهلي بطل الدوري المصري، وذلك على حساب المقاولين العرب 1-0 أمس الحد في ختام الجولة الـ31. وطبعا سجل هدف الفوز عمرو السولية من ضربة جزاء رفعت رصيد نقاط الأهلي إلى 82 نقطة. وكمان أكدت سكاي نيوز عربية أن موسيماني أظهر شجاعة كبيرة جدا في المباراة، وكمان كمان يعني بعد وصوله بساعات قليلة جدا إلى مصر. كمان عندنا عنوان من موقع في الجول، الفوز الأول مع موسيماني الأهلي يعبر المقاولون بهدف السولية. طبعا قدم موقع في الجول زي تحليل لمباراة أمس أمام المقاولين العرب والمباراة الأولى لموسيماني في قيادة الأهلي. طبعا أكد المباراة كانت فيها أدوار مختلفة لظهرين، وظهر فيها كمان تألق حمدي فتحي وعمرو السولية في المباراة بشكل كبير. أضاف الموقع كمان في تحليله ان من المستحيل طبعا الحكم على يعني موسيماني من اول مباراه، ولكن بشكل كبير جدا يعني الحكم بشكل مبدئي كان ان هو سيطر على المباراه واتحكم كمان في طريقه اللعب بشكل كبير جدا. من موقع سوبر كورة، استمرار العمل في الموسم الجديد بنفس الشروط القيد الحالية. قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري فتح باب القيد الصيفي أمام الأندية خلال الساعات القليلة المقبلة، ده طبعا يعني لاستقبال أو التحضير للموسم الكروي الجديد 2020-2021 بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اللي منح الاتحادات المحلية الحق في أن هم يبدأوا التعاقد التعاقدات الجديدة دلوقتي في الفترة الحالية، خاصة ان ده طبعا يعني بناء على الظروف اللي مرت بيها الكرة في جميع الانحاء طبعا على مستوى العالم بسبب ظروف فيروس كورونا، خاصة ان الموسم هينتهي في شهر نوفمبر وهيبدأ الموسم الجديد في يعني اواخر نفس الشهر. كمان يعني المفروض ان يكون في التعاقد مع لاعبين جدد في الموسم الجديد، ولكن اللجنة الخماسية ادت الحق للأندية إن هي تتعاقد معاهم على الورق فقط، ولكن غير مسموح للاعبين الجدد إن هم يكونوا موجودين خلال الموسم الجاري بأي شكل من الأشكال. كمان قررت اللجنة الخماسية استمرار تعليمات القيد الخاصة في الموسم الجاري في الموسم المقبل 2020-2021، لأن طبعا مش هيكون في وقت إن يكون في تغييرات أو يكون في أندية ممكن ما تقبلش ببعض التغييرات اللي هتحصل في تعليمات القيد الخاصة الجديدة، فهم قرروا أن يتم الاستمرار على تعليمات القيد القديمة. عندنا من صحيفة ليكيب الفرنسية، خطوة فولهام تقرب بالعمري ضد ليون. طبعا كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية ان نادي ليون بيستهدف التعاقد مع صخرة دفاع المنتخب الجزائري خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية. طبعا يعني ليون يريد التعاقد مع الجزائري جمال بالعمري اللي بيبلغ من العمر 30 عام. وعايزين نقول كمان ان الصحيفة اكدت ان نادي ليون عنده استعداد ان هو يفعل
هيفعل اي شيء علشان يكون بالعمري معاهم او ان هم يحضروه الى فرنسا. كمان اضافت الصحيفه ان اداره ليون تريد التعاقد مع اللاعب في صفقه انتقال حر في حال رحيل المدافع اندرسون واللي اصبح قريبا جدا في الانتقال الى فولهام الانجليزي. عندنا كمان من شبكة سكاي سبورتس طبعا يعني بمناسبة المباراة التي أقيمت أمس ما بين ليفربول وأستون فيلا واللي طبعا يعني كل الناس كانت بتتكلم عنها بفوز ساحق 7-2 لأستون فيلا أمام ليفربول. من شبكة سكاي سبورتس مدرب أستون فيلا بعد 7-2 تعلم أنك قدمت شيئا مميزا عندما يقول لك كلوب واو. طبعا يعني الموقع اكد على ان الرغم من ان ما كانش يحتاج الاستشهاد بكلام يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ليثبت ان هو قدم ليله تاريخيه في يعني تاريخ كره القدم وخاصه الدوري الانجليزي، ولكن دين سميث مدرب استون فيلا حرص ان هو يقوم بالاستشهاد بيورجن كلوب. كمان يعني قال الموقع ان كان سميث قدم ليله تاريخيه لن تمحى من ذاكره الدوري الانجليزي بنتيجة 7-2، وكمان قال ان ده طبعا نتيجة مجهود وعمل شاق للفريق. واضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب اللقاء هو قال ان هو يعني عارف ان هو قدم مباراة بشكل صحيح لما يورجن كلوب راح قال له واو ان هو قدم يعني مباراة بشكل رائع. كمان قال ان اللاعبين كانوا في مستوى رائع جدا بالنسبة له ونفذوا الخطة بامتياز وان هم كانوا الافضل بالنسبه له. كمان اضاف في تصريحاته ان هو يعني كان من المؤسف ان الجماهير لم تتواجد في المدرجات خلال هذه المباراه اللي هو بالنسبه له طبعا حقق فيها فوز كبير وعظيم، ولكن هو بيقول يا ريت يكون الجماهير استمتعوا في بيوتهم بهذه المباراه. وقال كمان يعني تصريح مختلف جدا ان هو شايف ان هو حتى بعد ما حقق مكسب 5-2 كان شايف برضو ان هو لم يحقق المكسب المطلوب، خاصة ان ليفربول يعني فريق كبير جدا وان 5-2 قليل عليه. على الجانب الاخر بقى يورجن كلوب مدرب ليفربول قال ان اللوم بيقع عليهم جميعا ولا اعذار، وان هم يعني ارتكبوا اخطاء كتيرة جدا خلال المباراة التي اقيمت امس السبت. من اهم الاخطاء دي ان هم اتأثروا جدا بالجول الاول اللي احرز فيه مرماهم طبعا في المباراه، وده كان خطأ برضو هم ما تعلموش منه على مدار مباراتهم الماضيه ان هم بيتأثروا بالجول الاول فبيحصل كده على مدار المباراه. اخيرا طبعا عندنا عايزين نفكر مشاهدينا بمباريات اليوم الاثنين. الحقيقه ان في توقف في معظم الدوريات العالميه يعني علشان يكون في بعض من الراحه قبل التحضير للدوريات الجديده او الجولات الجديده في الدوريات. عندنا بس النهارده في الدوري المصري الممتاز في بدايه الجوله ال 32 من عمر المسابقه بتقام مباراه وحيده بين الجونه والمصري الساعه 5:30 مساء، وطبعا في بطوله كأس مصر بتختتم النهارده الجوله ال 16 من عمر البطوله بلقاء بين الزمالك وسموحه في تمام الساعه 8 مساء. دي كانت جوله حول ابرز الاخبار الرياضيه في الصحف العالميه والمواقع المصريه. كمان بشكركم جدا، عوده للاستوديو مره اخرى. ده احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا للزميله العزيزه مريم سميح مراسله قناه النادي الاهلي.